معروف ان الخالق هو اللي بيدينا. نفتح ايدينا بيدينا، ولكن في الموضوع الاول المخلوق هو اللي بيأدي من ربنا. وده شيء عظيم جدا، ان المجوس يأدي من ربنا. وقبل كده في ناس برضو قدموا لربنا، ذا الطفل اللي كان معاه خمس خبزات وسمكتين قدمهم لربنا. وزي النسوة حاملات الطيب قدموا لربنا. وزي المرأة الخاطية قدمت لربنا. وأنت ماذا قدمت للرب؟ وأنت يا بنتي يا غالية عليا قدمت إيه لربنا؟ المجوس قدموا التعب، جايين من بلاد بعيدة وأكيد تعرضوا للخطر والسرقة والنهب والقتل. لا مهمش المجوس، تعرضوا. والمجوس أمم جايين من بلاد فارس، وبلاد فارس بتعبد النار، ما بيعبدوش ربنا، بيعبدوا النار. والكتاب يقول لك لا تظهر أمامي فارغا، لازم تقدم لربنا، لازم يا ابني تقدم لربنا. مين أول واحد ذكر إنه قدم لربنا؟ مين يعرف؟ ها؟ هابيل. قدم لربنا تقدمة مقبولة من أفكار غنمه، عشان كده ربنا يقبلها. قدم ربنا بالحب. ليس المهم جدا الكم ولكن الكيف. المرأة التي أعطت فرسي الأرملة المسكينة يقول عنها المسيح انها اعطت اكثر من الجميع، لانها من اعوزها اعطت. اوعى تستخسر في ربنا، لان هو مش مستخسر فيك، وبيدينا اكثر مما نستاهل. يأتي بسأل ولا يعير، فما تستخسرش فيه. فالتقدمة يا أحبائي ترمز إلى القلب المفتوح بالحب،
عشان كده اسمها قربان. وهندخل دلوقتي على موضوع التلات الذهب واللبان والمر. فلتقدمها تعبير عن القلب. أنا بأدي من ربنا حاجة بعبر بيها عن قلبي. عن حال القلب. وعن حبي. وعن شكري. بأدي من ربنا. قليلة كبيرة هو مش بنزل كده. هو بينزل المشاعر إلى المشاعر. ما يهوذا قدم له. يهوذا قدم له. قال له أبو كبرى تقبل ابن الإنسان. قدم له كبلة. والمرة الخاطئة قدمت الكبلة. وكان شتانة بين هذا وذاك. كبلة يهوذا تدل على الخيانة. أما كبلة المرأة الخاطئة فبتدل على الحب. فما هي مشاعرك وأنت تقدم؟ مشاعرك أهم مما تقدمه. الله لا يهمه الكترة أو الكل. القليل عنده ذا كثير. أعطت أقصى من الجميع. نتأمل بقى في موضوع المجوس. كيف تعرضوا للموت؟ وكيف كانت حياتهم؟ معروف ان الذهب ده اغلى شيء. الذهب ده اغلى شيء. فهم قدموا ذهب. هل انت ذهب؟ هل أنت تلمس إلى الذهب النقي؟ دخمت الاجتماع كان الهيكل ومذبح البخور والشرية وتابوت العهد كله ده من الذهب خالص. حتى العذراء بنسميها تابوت الذهب. ذهب خالص. قلب العذراء كان ذهب خالص. فالذهب اغلى شيء. فالعذراء تشبه المجمره. المجمره اللي كلها ذهب في ذهب. تابوت العهد القديم المغشى بالذهب. فهل نفسك غاليه ترمز اليها بالذهب؟ أهم حاجة تقدمها لربنا هو نفسك. هو قلبك. قلبك لازم يكون ذهب في ذهب. وتقول له يا رب اتفضل خد ذهب. وخلي بالك ربنا بيدافع عن أولاده اللي بيقدموا له. يدافع عنهم. ليه؟ هم قدروه وهو يقدرهم. لما ابي مالك اخذ ذره عايز يتزوجها ربنا قال له ايه ده اللي هتعمله ده؟ كش مالك انت هتعمل ايه؟
دي زوجة، دي زوجة، زوجة رجل الله، ردها إلى جوزها وخليه يصلي عنك، مش تاخدها، خليه يصلي عنك. فأنت قدرت ربنا، هو يقدرك. ما قدرتش ربنا يبقى جبته لنفسك. ده الطفل موسى ربنا اهتم بيه لغاية لما كبر وراح قصر فرعون واتربى في القصر، اتربى في قصر فرعون وعاش وما قدرش حد يقرب عليه، ولا الميه غرقته ولا هو قال له حاجه، لانه هو غالي عند ربنا. فالذهب هو اغلى شيء عندك، الذهب هو الميراث، فماذا قدمت؟ هل قدمت اغلى شيء عندك؟ قدمت زي ابراهيم لما قدم ابنه؟ أما إنك تنقي العشرة جنيه المقطوعة تحطها في الطبق، الحاجة الرخيصة تقدمها، لا مينفعش، لازم تقدم الغالي لأن هو غالي وفداك بالدم الغالي، فاقدم له الغالي مش الحاجة الرخيصة. قدم أثمن ما عندك، وأثمن ما عندك إيه؟ هو قلبك. أغلى حاجة عندك قلبك. يا ابني أعطني قلبك، أعطني قلبك. القلب لو تعب الجسم كله يتعب، لأن هو حركة الجسم كلها. فربنا بيقول لك يا ابني اديني قلبك، مش عاوز أي حاجة، هو تقدمة للرب. فلازم أثمن شيء ربنا تقدمه له، أولا لازم تقدم حاجة. وأنتوا كثير من بنات المشرق جايين ليه؟ عشان تقدموا حب الذهب؟ قال لا، احنا نفسنا نشوفه، ده النجم فوق عمال يتحرك وهم على ماء بتوع فلك، نفسنا نشوفه. وانت مالكش نفس تشوف ربنا؟ الغريب شافه، مالكش نفس تشوف ربنا؟ مالكش نفس تعاشر ربنا؟ حاجة عجيبة أوي. ده القديس يوحنا ذهبي الفم بيتكلم عن الموضوع دوت، بيقول ده نجم إيه ده؟ نجم إيه ده؟ شكله إيه ده؟ ده معروف إن النجم ده ثابت، لما ده طالع نازل معاهم، لما قرب على اورشليم راح النجم قرب، وراح قرب النجم على بيت على مدينة يهوذا، وقرب النجم اكتر واكتر على المزود. يا سلام، ايه العظمة دي! الفلك
بيعترف بربنا، والنجوم تعترف بربنا، والإنسان بينكر ربنا للأسف، ينكره وينكر وجوده في حين ربنا موجود. فعشان كده هما أول حاجة فتذكروا أن يقدموها قدموا ذهب أغلى شيء. وقدموا إيه تاني؟ قدموا لبان. لبان رمز الكهنوت والعبادة، وإحنا بنقول كده فلتستقم صلاتي كالبخور قدامك، فلتستقم صلاتي كالبخور قدامك، وليكن رفع يدي بذبيحة مسائية. فاللبان يشيل البخور، وبسبب الرؤية يقول لك إنه صلوات القديسين ساعد معهم 24 كاهنا كانوا يحملون جماد من داب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين، وده اللي بنقوله في القداس. وعشان كده الكنيسة أيضا ترمز في نشيد الأنشدة كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان. الله على الآية دي، كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان في سفر نشيد الأنشاد إصحاح 3. والمر واللبان هما كلاهما من الهدايا، المر واللبان هما من هدايا المجوس، واللبان مبقاش له قيمة إلا إذا دخل المر. يعني أنت لما تجيب بخور في فحم مطفي مش هيولع، مش هيشم ريحته. بخور حط كده بخور على شمع على فحم مطفي مش هتشم حاجة، لما يبقى الفحم مولع رمز للألم، الإنسان المتألم مع الصلاة ربنا بيقبل حياته، زي بالظبط البخور مع الألم والمر. عشان كده قال إيه؟ أتوب إليكم يا القديسين أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية أمام عبادة الله، ومرضية عند الله عبادتكم العقلية. تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية. قدم جسدك ذبيحة، ذبيحة بخور عشان تبقى مقبولة، يبقى لازم تجاهد وتشوف فيها المرار. عشان كده اللبان يشير إلى الكهنوت وإلى العبادة، والمر يشير إلى العطر الجميل. المر ده ريحته حلوة، المر ده ريحته حلوة، ويشير إلى الألم اللي شافه المسيح، شاف ألم ألام كثيرة. لما المر ده يقترن بالعبادة يبقى ألام جميلة ومقبولة. المر في رائحته عطر وفي مذاقه مر، يعني المر دوت لما تدوقه مر، لما ريحته يدي ريحة جميلة، فلما تتبخر به. يا ريت أحبائي التلاتة دول نعيشهم، الذهب ها وإيه؟ الذهب يرمز إلى إيه؟ ها؟ الذهب يرمز إلى إيه؟ تمام، واللبان النوت، والمر الألم. كل سنة طيبين، ربنا معاكم إلى اللقاء إن شاء الله.